غيت مروان يحضر لي مفاجأة سرية ووصول عائلة أنسالة لوجهتها الأولى. شاهدوا المزيد من التفاصيل. أول خبر لدينا هو وصول عائلة أنسالة إلى وجهتها الأولى وهي عمان، وهي أول دولة اختيرت من طرف عائلة أنسالة لتكون الانطلاقة منها. والأصالة بمسناك. أوكي. أصالة، أنس بيقول نواب بسناك. ثانك يو. أوكي. أنس. هي سناك لنواب. تفضل، روح. نواب. الخبر التالي لدينا هو عن اليوتيوبر غيث مروان، والذي يحضر مفاجأة سرية لم يعلن عنها بعد، وهي عبارة عن رسمة لجميع أصدقائه على جدار منزله. ولاحظ هذا الأمر المتابعين شديدي الملاحظة والدقة، حيث في آخر فيديو لأسامة مروان لاحظنا وجود هذه الرسمة على الجدار. أعطوني رأيكم بهذه المفاجأة. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كثير لدعمكم ومحبتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلو مثلكم. نشوفكم بالفيديو الجاي.